ابو بكر سالم شفتوا جاني خليك تابع تابع اتحداك تثبت مكانك هذا عادي سماعه اقول غازي انت تعبت علي لما كنت بخوفك سماعه اهو يلا واحد ثاني ابو بكر سالم يلا كلف شوقاني في شباكك وانا عيني تشوف لا تعذبني والا رحت وتركت المكلة لك اذا ما فيك معروف غمدني يدلي ساعة الله يعطيك العافية الله يستر عمرك اقعد اخوي الله خلنا نبغى اسمه نبغى شاهد النعناع بالله يا اخوي شبه النار صح ولا لا تشبه ذاك ابو حصه ترى ابو حصه لا ابو حصه اهم ما عليه هو حزين ها ما حد في النار ثم يقلبها فكره زين شبه صح خليك ماك شغل ابو حصه والله دخلتني عمرك شفت نار بدون دخان ما ادري انا ما ادري يقول الدخان سبحان الله ما يتبع الا السوامه ليه السوامه الحمد لله مزين نروح كذا الحمد لله زين يعني مزيون الحين ما مشكله كانت مشكله قعودنا اللي احنا سايبه وين والله وين راح؟ والله الله ذاك يفتح علينا كله عليك والله يا اخ والله بغيت ما يعدمك قسم بالله كذا شطفك والله انت قلت كذا ما ادري كيف رجعت رقبتك لو ما رجعت رقبتك والله كان هي تخرب صدق ماشي مني ما في قروش ماشي مني هو انت ما انت خشمك لبي اقلب ما تشوف لا في ضرر ايش دراك طالع فيك؟ طالع فيني؟ لا ما طالع فيه بس انا اللي قدامك ها 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 دخل قوة احسن احسن خله 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 هناك كون اليوم اليوم وين دخل؟ دخل ذاك البيت زين يا رضا خليك بكر ويجيهم يمسك محمد ناصر الحين يمسك منيب والعيال يدخل عليهم في غرفه البيت زين شفتوه؟ ها؟ يا منيب يا ابني يا ابني مايكل مايكل بيك بيك مايكل طيب خليك مايكل واطلع اسوق ريال يلا هذا مو منيب والله يا حلال منيب والله اسد كني في الديره في الهض في ديرتنا من هي؟ سارة هيا هيا يقول كأني بالدير يقول من هي؟ لا في الديرة أخوة جلال هو نعم والله كأني في الديرة ثلاثين طال عمرك شاب بالضوء معي أبوي وأمي غلط من حط هذه هنا غلط خذها وابعد شوي الحق طال عمرك والله يا القعود يبغى تهبد شو اسمه جابر يبغى يذبحه والله يا اخوي شوف المحل الله انت من كل من جاء احد قلت له السالفه ما في الليل اليوم مين هذا اول احد انا ما حد يدري يعني قال ايش قال بس خليه تاكله وبتر يضحك تحت الله يا ابي طيح له اسمع شو يا ابي يا ابي اي اي والله ما فهمت كلمه وربي بيت اي اي يا يا الحين فهمت اسمعني الحين لا 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 يا اخوي هذا قاعد يضرب على البتر الحساس من مره ثانيه خلي ورا عمي مره ثانيه اهديها لك ترى لازم تصير اهديها لك ابو شاهد يا رب ما قاعد ما يصير ما يصير بالله يا دوي يا شباب بس نبي لحظه صمت اي والله لحظه صمت جواتني وجعنا والله مرات هلال خسر هلال قلت حياة قسم الله كم خسر؟ ثلاثة صفر اشكال مع الكل والله خسر خلاص والله كم؟ ضاع الكاس كم خسر؟ راح خلاص خلاص صفر نسمع من ابو حصه يلا هلا ايش جو؟ انا عايش الجو اسمع انت نظراتك اسمع اعطينا قصه كذا شباب بالله هدوء ابى اقول لكم سالفه اوكي؟ الله سبحانه وتعالى هذا ايش خالد عبد الرحمن؟ اسكت شكرا اقوم وجهه عشان اوكي خلاص عرف صاحب استراحه عرف تدرب خلاص عرفه كله خلاص ايش بك انت؟ نص الكل الارض يعرف ما كان قصدي ما كان قصدي من الحماس نسمع احنا شلون نسمع هذا عندنا؟ روح عطى خيشه ولا شيء خليه يسكت ذا يا اخي ذكرني فيك ذكرني هاي يا اخي وراك خلاص الحمد لله قفلوا ذكرني فيك وراك يا سلطان وراك وراك ليش؟ وراك تطفي النار ليش تطفي المي؟ ليش؟ شغل المايك شغلته ما هي طيب ايه يا طيب ايه اللهم وسع دق كذا ما تدق لا انت ما تحتاج تدق القريه طال عمرك خذ رمس واليوم ما يعرفون طال عمرك الجاهل منزل 10000 كيلو متر مربع 10000 كيلو متر مربع واخر اقول واخر لا لا خليني واخر طال عمرك انت بلغت انت ولا ما بلغت قوة قوة
يا حصه الله يسر امره الله يسر امرك يا ابو عصه. انا عندك جيت كويس انت الحين. اي خدمات يا شباب؟ اي خدمات يا خال؟ اي خدمات يا عيال؟ دبوش يدق علي. اي خدمات؟ دعوني. دق علي. دعوني. دعواتكم يا شباب. دعواتكم. الله يسر. الله يسر امرك. هاي. والله ما احسن منه الله يسر. دراسه تقول سني كم شقد؟ ابا شاي النعناع. الله رجعت الحياه مع الحطب ها؟ يا الله الله هذي الله يجرع الفكر عز الله انها تنحسب ان شاء الله. احسن بدات تقول اجنبيه يا اخي اقعد اقعد. هذا الحين هو مزعج انك مو شايف. انت هو ازعاج وتفضل اقعد اقعد احنا اجنبيه احنا قسما بالله. روح تعال دخلنا على ناس تخاطب وناس شباب ابغى انا ابغى اخفف. اخفف وشو؟ اخفف اخفف نقطة الموز. خفف الحطب خفف وزني هي قل وزني في كل شيء تخفيف بشر يلا كل واحد منكم يعطيني فكره يا شباب ها قالوا انسوهم انسى الزال انسى اللي راح انسى الالم انسى القراح طمني بس انا باشر طمني بس انا هذول مليانك انا لا لا من البدايه واحد اثنين انا باشرك انا كل لك انا زعقتنا انا 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 يا من يا من ملك لا تسوي شامبو روح 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 يا كبرى عند الله خلاص بس اسمع اسمع بس حط العويدي وحط راسه على النار من الطلاق يحط على راسه هيك بس خلصنا اي والله طلع اي حق على شعره الحين يعني الحين اسمه غازي بالهيل هلا غازي بالهيل اقول ما يمسك الهيل ما يمسك لو ما حط على شعره تلقيته والله ما يطلع والله انا حط حط على شعري سمت عقلي وسوف تندمون والله والله لا 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 رم الله رم الله والله لا وشيك العمان الليله لا وشيك ما في عمان قبل شويه هذا ما حد تعرض له ترى تعرضت له قبل شويه رحت القعود دافع عنه صادق ابغى يكتب رحت القعود دافع عنه ما له حتى القعود دافع عنه حتى يعني حتى شو الامور؟ حتى والله دقيقه شو الامور؟ امور يعني شك طيب امور يعني الحين انت لاحقتكم مع سريع؟ لا لا صراحه لا القلوب طالع طالع لا والله سريعه القلوب سريعه لكن انتم مبطينها لا انا احاول ان اوصل لهجتي انا شوف انا ترى ماخذ ثقافه اخوالي اخوالك ايش؟ اخوالي من تكساس ما تكساس 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 ما اخذ منهم شيء كثير طلع طلع شوف القياده شوف شلون اطرحها اطرح راسي يا ابو حصه اوصيك اطرح اسكت 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 لا اسكت كمل يا مقرن كملها تبي تشيل سيله ولا لا 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 تطوش والله ما شغلنا قسم بالله ان شاء الله يا ولد انت تعاطى رضا منه هاك الرضا متبلع وش عمل؟ ايش الرضا؟ ايش الرضا؟ ايش يعني الحيود الحيود حجر البارح مصر عليه والله شغلنا بس عيوني يا ابن الحلال عيوني لا لا يا ابو علي من هالشكل بفمك ولا تدري بس تقرا على اساس العين الغاليه الحين عندك يا طلع ترى ما هي الا عين ابو حصه وش اللي عين؟ بس عين عطى عليك ها شعرك من ميامي لا لا انت شعرك من ميامي اي 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 شعري شعري لا 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 امدح لا ما عاد امدح معكم يا عيال تفضل مسح الدعاء طول خلك محترم خلك محترم يقول خلاص يجي عليك اليوم استدعى الله انه ما تضرب راسه ادعى الله دعوه الى الله كذا صادقه طيب رجعك تقول لي تم طيب صح انه وضعناه حاضر يا غنى من اللي صلى العصر؟ ليه ما قعدتوا؟ ليه ما قعدناكم؟ قعدناكم ما قعدتم والله ما عاد قاعد ما تحلف ما تكذب 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 انت وياه ما تكذبون انا ايش دخلني انا لا انا صليت ولا ما صليت ايش دخلني تضبطني حتى انا ما تكذب ما تكذب
ابو فجر يلا شباب بالله نبغى لحظه صمت. ها نام لا تزعجون. خلاص لا توكل اقول له الله ما صبرها ثاني اليوم طالع طالع مقرن مقرن ترقد اقول لك محتاج ترقد اليوم بتطلع برايك اكلت كوكي اي والله انا سامح سامح كذا محتاج والله اليوم اذا بطلع الله لا يقدر بس انا طلعت ابغى اكون مرتاح عشان يمديني الحمد لله باسمك عبد الله اي خدمات يا من هنا للرياض مسافه كذا شباب من ليش هالرسمات اللي موجوده في تعال صح تعال صح اللي جاي من اللي سالني انت جابر انا سالت الرسمات وين صرت كيف فكوها مفكوكه مفشوخه تحس انها مفشوخه كامله والله العظيم كله ما في اللي تحت ما في انا حسبك انت قلت لي ليش عبد الله شالها انا توقعت انا قاعد تقول اقول يمكن احط براويز ولا واحده ما في ولا واحده ما في في خمسه والقذاف والقذاف حاطين لكم شروم كيف يا شالوه ايش دخله في الموضوع من هو اللي شاله انا ما سويت شيء ها علي وانا بكيت شيء لكن ايش دخلني رايي انا اتوقع الله اعلم انا كني شفت البارح في منام غازي المطيري في منام ما شوف وانا بعد الامانه شوف انا بعطيكم معلومه الامانه ترى الملامه غازي المطيري ترى انسان حسود من الداخل وقلبه ابيض ماني طلال انا يا طلال طلال صح عرفت من يوم دخلنا البرنامج احلى كلمه ايوه لا ترى بالصراحه بعلم بقول الصدق فيصل شافي يا فصول تسجج تسجج من فيصل شافي مو مسجج لا ما هذه الملحوظه التي لدغتني ايها الشباب لبين التسكيت التاقد اوكي يا عبد الله الحلافي ها اين الرسمات متى اخر مره شفت الرسمات اين ولا متى قبل قبل نهايه البث متى قبل نهايه البث قبل نهايه البث وانت شايف في من ما ادري ها ما ادري والله يا شباب يا مقرن ها انت متى قبل نهايه البث وين كنت قبل نهايه البث ها كنت في الحمام الحمام خلاص ما هو بصار الله يحفظك احلى طلال طلال نعم قبل نهايه البث يمكن لقد كنت ها هنا انا وابا حصه وخادم الشيباني وغازي المطيري و... لا 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 ما ضربت والله ما ضربت السارق الذهبي السارق السارق هو هو عبد الله الحلافي ما اعرف ما انت سراق انت سراق يعطيك سالفه انت سراق والله ما ادري يا ريجي صلوا على النبي دقيقه يا ابو عبد الله بس والله تدري تعلم زمانه والله عبد القادر وغازي طيب شو تسوي بقى تعلم زين انا مكمل خليني بكمل خليني بكمل انا لبست تحلم انا من دخلت البرنامج مع عمر والله تعلم زين وانا مقبلين علينا صدقوني عندي حاجه غريبه ما تلاحظون حاجه والله والله ما غريبه ما لاحظت حاجة أكيد ما بيلاحظ هلا أنا كل عيال الربع جولة كل عيال الشباب جولة أنا عيال أتكلم حتى عيالي ما جو والله صحيح أبو حص عطمتك في سالفة وأنت تسوي دلالة الفروة اللي في راسك الله يعطيني الله يعطيني ما أعطاني نعم نعم محمد حنا الله لا يقبل الله حلو بس مويه خلص هل قالك انك تاخذ نقطه هذا كرديال بحصه والله مصدق وبس تجلس نعم نعم هنا حطه هنا والله سلامات اوتش ايش فيك يا جاب اهداء كرديال بحصه ساعه حيك ساعه مش اهداء انا سلامات سلامات سبعة وثمان لا شوف والله شوف ما لقيت ما لقيت والله ما لقيت ان شاء الله من اليوم والله ترى هيك اصفق ما في اقرب اقرب هذه هذه تقدر غازي قلبك يطلعك غازي تسويها والله بيجي يوم اسويها وش عجبني من منو عاد ان شاء الله يمقرا شنو هذا انا حاقد عليك قواك ورنت يا اللي ما كله اللي يرى ترات الدنيا ايش تبي انت انت جمله تكفى جابر شوف له حل نعم انه يقول خف علينا اللي ما كل جو الرسامين علينا ما في الا هو رسام ما ادري بس المهم طالب منكم يا رجال طالب منكم يا رجال ابو وجه مقرن لا والله ما لي دخل فيك
كفو وجهي مهم مع وجهي وجهي وجه سلطان هيان مالي شغل انا سلمت حط فناجين الرماد الله حق ربك رقم قلبي عن 110 واحد سبع ثمان تسع عشر وجهي انا لحالي انا كنت مسحون السالفه دي تدحمون تحمون تدمحون في وجهك شحم والله من يوم سولف ثلاث بسم الله عليك منو انت الحمد لله طيب لكن ما اجي موصي غاز مطيري هذا جرى لها التكليج يا اخي تشتك على غازي مطير القى صار خليها لله غازي بينك بين شيء اقسم بالله انا صار يكلج تكليج ابن 77 زين ايوه خلاص خلاص زين امسك 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 عندك لعبة فيها صف لا ما هي صف فيها لعبة وش انت جمرة الغضب فيصل فيصل امسك ساكن هناك يا شيخ امسك من هنا دندنديقر 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 اه يا شباب يا يا فيصل ها معوق فيصل من القاط وحطفه معوقه فيصل من القاط كذا الله الكبير هذه وين فيصل وش شايفه دندنقد دندنقر ما ادري شو اسمه لا تبي شيء فيصل يا فيصل نعم فيصل اقول لك شباب بما نسوي لعبه حركات جلسات خليها لليل وقت انا اعتقد راح يجمع مقاطع ابو حور في الضحك ومقاطع طلال في الصراخ يا اخي عايز عجله ينقط في ايديك كليه يا ابو حور ها يلا يلا خلينا نلعب لعبه ثانيه دقيقه شوف شوف الربع الحين الساعه 53 خمسه 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 يا مرتدق الساعه 4:45 جديد سعود عندي لكم هديه جديد سعوديه انت جديد سعوديه اسمع يا زاحف زاحف انت اقلعك الله يقلع عدوك الساعه 4:15 بيدخل لكم شيء جميل من هنا مع الباب وين الساعه كم 4:15 باقي مفاجاه يعني اي ثلث ساعه كذا ايش عنده ايش عنده سامي جعوني لا لا هو صادق صادق وين رئيسك الحين لا 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 انا برئيسك حتى انا انا بعد ادري خلاص ادري بعد حتى انا قادر حتى انا تدريب خلاص مو قادر غازي سلطان قادر غازي لا 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 مفاجاه ثانيه الله يطول مفاجاه جميله كذا ايش قال الله يديك يا ايه حاجات حلوه تضيف للجمال جمال يا سلام تضيف على الجمال الجمال كان ودي والله اجيب لكم برجر وكذا لكن الاداره الله يخليها لي الله كان رئاسه القريه كانت كنت بسوي لكم اشياء والله يا الربع كان كنت كان في قلبي اني اطهبل بكم الاسبوع لكن شو صوت ذا؟ الموت صراخ ها؟ دوم والله انها غريبه يا ريت شوف شكلها وين وين؟ خضراء خضرة شوفها خضرة وش ايش الطيارة الخضراء يا يا الحمامة الحمامة الخضراء الصاري الصاري شوفوا الصاري شوفوا لا لا في ناس يمشون الله يقلعك الله يقلعك هو مشكلة طلال مجنون يا قاعد يضرب تضرب ظهره والله لو تضرب فيه من هنا بات سمع درع عنك ما يخلي بوكس مع الوجه خلاص الحين ما بوكس ما يغلب ثلاثين يا رمان الحين الموضوع انا هي وجهه المهم في ناس يمشون في الارض شفتهم ما عليك ممكن تسكت انت اسالك بالله اسالك بالله ناس تمشي في الارض ايه ناس تمشي في الارض اسكت بس كانك اسوي قهوتك احطها بعيونك يا ولد هذا ايش فيه عايش دور الزاحف؟ ايش عنده هذا يا ولد؟ عطوا عطوا يا ذهبي هذا من كذا يا الاسود لا 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 ذي لا لا صح الاسود انا السمراء وانت البيضاء مين البيضاء؟ جعلت السمراء على الاسود جعلت السمراء على الاسود وين؟ مودي البيضاء لا لا ما في الوضع ايش تبي انت يا رجل واقف على روسه ايش تبي لم تجي يا ولد ايه على مستغلطين لا 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 انا تاك كبرى من الرجال اه ايه يا ولد هنا اللي ضربك انا اشوف اللي ضربني هنا الله يستر امرك بالرايم اليوم الله يستر امرك بالرايم تبغون شيء مديره يا عيال اجيب لكم شيء مديره بعد اليوم دزنا مقطع راح جابر اجيب لكم حطب اجيب لكم حلبه عاد نعطي مكسور نبيك تدزنا مقطع حق ناصر الحربي طيب اللوكيشن حق سعيد قحطاني يمشي في المقطع شفتوه اللوكيشن الله جالسين في حوش مكسور قدام بيتهم قدام بيتهم لا طريق الملك فهد في زي الدورات في زي الشجر موقف هناك ونازل عايش الجو قدام بيتهم لا والله قدام بيتهم انت شلونك اتوقع معك حبل
تبي شيك؟ معك كيس. أعطيك شيك. هذا والله. يلا يلا. لازم يهربنا ما بيلعب. يلا يلا. ما أتحرك. قوم العبوا يلا. أنا إنسان. ليش دخل؟ قوم ما تقوم تلعب. قوم العبوا يلا. قوم ما تقوم تلعب. يا جابر. شو وضعك أنت؟ نلعب يلا تعال. لعبة غشيش ثقيل. شوي بس. هفا. هفا هذا العب. وش بتسوي أنت؟ سوي مرجيحة. ودني يحضر يا حلال كسرها. سوي مرجيحة. ركتني يا زلمة كنت أقول يا حلال. يلا شباب تعالوا ايه كلكم تعالوا يلا يلا بحصل اللي بيجي لا اللي بيجي كيف كلهم تعالوا لازم نبي وايدين الحين ايش هذا ايش وين وين ايش تبي تعمل انت؟ غادي ايش يعني؟ عشان تحط على جابر صح؟ لا والله خبص الله جان جابر جابر اسكت الله يصلحك درى درى العالم كله بالله اسكت طلال ايش اللعبة؟ خلاص روح روح عوضين خير اصلا عادي متعودين كل سنة زي كذا يعني شو ما وقفت على الحين يلا يلا اسمع وش غازي كل سنه احنا كذا ايش نحزن كل سنه اسمع الموسم يطاف نص النهائي مع الاهلي الاماراتي الامور طيبه احنا بخير اصلا عادي جدا ابو حصي اه طيب مرحبا شو اخبار لا اتكلم يا روق المنقى والله العظيم ان الدعوه سهله الامور طيبه وهبت الريح وشبت الضوء والعلوم الزينه والسوالف وال بسم الله شوف انا قمز انا ماني قامز شوف شو عندهم الربع انا عندي شو اسمه ما ابغى قامز والله انا ابغى اسوي شيء اشوف اللعبه وضعها كيف بعدين اقول وضع ما دام فيها سلك اوه خرابيط لا 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 قالت البيضه على ما قلت